أخبار اليوم. النهاردة معايا في أخبار اليوم صديق أعرفه من 17 سنة ولا 15 سنة يا عمر. أنت كبرنا ليه؟ كبر نفسك. لا احنا عارفينه احنا صغيرين كنا مع بعض يعني. عمر يعني مش فنان بس. عمر من 2001 تقريبا. يعني النجم عمر سعد صديقي العزيز. اهلا بك معنا في اخبار. اهلا بك يا سلام. يعني شرفتني بالزيارة دي. واخبار اليوم مؤسسة كبيرة جدا جدا جدا. انا مبسوط ان هي معنا النهاردة. الله يخليك. عمر مبروك على يونس ولد فضة. وكلمنا بقى انت عامل النهاردة شخصية صعيدي جديدة جدا في السبن. احنا بنحاول في المسلسل ده نلمس شوية الصعيد الجديد. مش يعني التناول اللي هو الصعيد زي في ذهن الدراما او في مخ الدراما. لا الجديد. النهاردة لما تنزل الصعيد هتلاقي فيه بنوك. هتلاقي فيه كل المحطات. السوشيال ميديا منتشرة جدا. مفيش حد ما عندوش صفحة على الفيسبوك والتويتر وكل حاجة. علاقة بقى الصعيدي بالحياة الحديثة وزي اثرت فيه. وهو اثر فيها ازاي. ده موضوع مهم جدا ومثير. زائد الدراما الاجتماعيه والرومانسيه والحدوته اللي عاملها المؤلف عبد الرحيم كمان. انت عامل صعيدي بالفيسبوك وتويتر وقاعد على طول على الانستجرام وبيشير صور. وش على المواقع التواصل الاجتماعي. يقول لها الهاشتاج. ده التواصل. مواقع مش مواقع. عايز اقول التكنولوجيا الجديده والفيسبوك والتويتر والحاجات دي كلها لا يمكن تجاهلها دلوقتي. لانها اثرت في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعيه. وعلى فكره في حاجات بالايجاب وحاجات بالسلب. بس هي غيرت. ما فيش شك ان هي غيرت. وما ينفعش نستخبى منها. ولا لازم نتعامل معها كوسيط جديد. وما بقاش جديد يعني. كوسيط مهم. اصبح مهم جدا دلوقتي. قصة المسلسل بقى ودورك فيه. لا مش هنقدر نقول قصة المسلسل. يعني قصة المسلسل. يعني خلي الناس بقى ايه. خلي الناس تشوف الحدوتة. يعني انا ضد حكاية قصة المسلسل عشان الناس تشوف الحدوتة. لان مهما حكيتها مهما انا حكيتها عمر ما احكيها زي ما المخرج يحكيها والمؤلف يحكيها والصورة تحكيها. بس هي دراما صعيدية اجتماعية فيها ملمح كوميدي وفيها مقاس. يعني هي وجبة كده متنوعة جدا بالنسبة للدراما الصعيدي. وشخصية بالنسبة لنا يعني ايه التحدي اللي فيها. انه بيلعب حاجات دمها خفيف. وان يعني صعيدي عصبي كده ودمه خفيف. وده انا كنت عايز اعمل شخصيات زي دي من فتره طويله يعني. عملت قبل كده في رمضان شارع عبد العزيز. وعملت كذا حاجه في رمضان. مهم ان النجم يكون موجود في رمضان متواجد في رمضان. وهل العمل في رمضان بيبقى ليه طعم مختلف؟ يعني ما فيش شك. بس انا يعني رمضان طبعا موسم. لان عاداتنا وتقاليدنا كمصريين بنحب الدفى بتاع رمضان. وعندنا علاقه برمضان احنا كعرب تاريخيه. فالناس بتتجمع في بيوتها في رمضان. والاسر بتتجمع في رمضان. وبالتالي بيشوفوا الدراما كويس قوي والبرامج. يعني طبعا انا اتمنى ان احنا نرجع زي الاول. يعني انه يبقى في استفاده للمتفرج من طول السنه. لان دلوقتي احنا محتاجين الدراما والسينما قوي. عشان تأثر في الناس. الناس محتاجة حد يأثر فيها. حد يأثر. محتاجين احنا نتغير شوية. محتاجين دلوقتي نشتبك شوية مع الواقع اللي بيحصل. الدراما اكتر حاجة بتأثر في الناس على المدى. يعني حتى يمكن الاعلام او الاخبار بتتوهج في ثانية وبتخلص. انما مين النهاردة ما يفتكرش الافلام القديمة والمسلسلات اللي مصرة في وجدانه ومغيرها. دلوقتي احنا في الزمن ده في احوج الحاجة للتأثير بتاع الدراما على الناس. فاتمنى ان يكون طول السنة زي زمان. ان شاء الله. عمرو انا نورتنا في اخبار اليوم. ونتمنى ليك النجاح والتوفيق. اخبار اليوم شرفتنا وعلى راسنا. ربنا يخليك يا سلام. شكرا ليك.